الحسين في أعلى مواقع الإنسانية. كان الحسين الإنسان الإمام الذي انطلق لتكون كلمة الله هي العليا، ولتكون كلمة الظالمين والكافرين هي السفلى. لذلك أيها الأحبة، يا أبناء الحسين، يا محبي الحسين، إن الحسين يدعوكم إلى الله أن تؤمنوا به، إن الحسين يدعوكم إلى الله أن تحبوه، إن الحسين يدعوكم إلى الله أن تخافوه، إن الحسين يدعوكم إلى الله أن تتقوه في كل أعمالكم. بذلك نكون مع الحسين في مقعد صدق عند مليك مقتدر.